علينا لثنيات يدا وجب الشكر علينا مدعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في الدنيا على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، توعدنا المرة اللي فاتت أن يكون درس الأسبوع دوت، وهيكون إن شاء الله أكتر من درس في الموضوع، لأن الموضوع حقيقة بيمس يعني عدد كبير جدا من الناس، فمحتاجين أن احنا بالبلدي كده نطبطب عليهم. هيكون بعنوان جبر خواطر المريض أو المرضى. ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، قولوا آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. كثرة الأمراض قوي وكثرة الآلام والأحزان، وبقت سمة ظاهرة قوي في الزمن بتاعنا. فعايز أقول العزاء في كل هذا إن الأجر عظيم، على قدر النصب وعلى قدر التعب وعلى قدر الألم بيكون الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الحمد لله مفيش حاجة عند ربنا بتضيع، مفيش حاجة ببلاش بالبلدي كده. حتى الدمعة البسيطة اللي بتنزل من عينين حضرتك أو من عينين حضرتك بتكون سبب إن أنت تكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن، لو كانت الدمعة دي نازلة من خشية الله. الدليل، خد الدليل بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر آخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كلمة ذكر الله خاليا مش معناها أن يكون يعني قاعد في غرفة وقافل على نفسه كل الأبواب فرح بكى من خشية الله، مش ده معنى خاليا، إنما خاليا من حب محمدة الناس ومن حب الثناء من الناس ومن حب الرياء أمام الناس. بمعنى أنه هو لو بكى بين 5 مليون في الحرم وهو لا يريد أن يراه أحد يبقى كده ذكر الله خاليا، ولو بكى خاليا في غرفتي غرفة نومي وهو يريد أن يراه الناس جميعا لم يكن ممن ذكر الله خاليا. يبقى ذكر الله خاليا من حب المحمدة والثناء والشكر من الناس ومن حب الرياء والظهور والسمعة إلى غير ذلك. إذن مدار الموضوع كله على إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ولو تأملنا إن شاء الله بنتناولها في موضوع ثاني، لو تأملنا السبعة الذين يظلهم الله في ظل، كان أكتر حاجتين بتجمع السبع أصناف رغم أنها أصناف متناثرة، يعني إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل تحب في الله إلى غير ذلك، تجد أن أكتر علامتين بتجمع السبع أصناف دول رغم أنهم أصناف يعني إيه متفرقة، أنواع متفرقة، تجد أكتر حاجتين جمعت السبع أصناف دول هم حاجتين: الإخلاص والمراقبة. إن كلهم يجتمع فيهم عنصر الإخلاص وكلهم يجتمع فيهم عنصر المراقبة، ودي بقى إن شاء الله نتناولها حينما نتناول شرح هذا الحديث بتفصيل بفضل الله سبحانه وتعالى. بإذن النهاردة عايزين نطبطب على كل مرضى المسلمين وعايزين نوجه لهم رسالة النهاردة كده تطيب بخاطرهم، لأن كثرة الأمراض. أو في يوم من الأيام أذكر إن كنت رايح إحدى العيادات التحليل ورايح أعمل تحليل، لقيته مطلع لي دفتر كبير قوي كده، فبقول له ايه الدفتر ده كله؟ قال لي دي اسماء التحاليل اللي موجوده عندنا في المعمل. قلت له يا خبر ابيض، ايه ده؟ هو في تحاليل قد ايه؟ قال لي لا ده في تحاليل لاشياء تتعدى 5000 تحليل. قلت له يا كل دي يعني تحاليل الامراض؟ قال لي طبعا وما خفي كان اعظم. قلت له سبحان الله، يعني فعلا حينما يعني نبتعد عن طاعه الله وعن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا بتظهر فينا الأمراض والأسقام التي لم تكن في أسلافنا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أقول حاجة، عزاء أي إنسان في الدنيا، مريض تعبان عنده مشكلة عنده ألم عنده أي حاجة، عزاؤه إن الأجر عظيم جدا، وعلى قدر التعب والنصب والألم والمشقة واللي هو حاسس بده كله
على قد ما يكون الاجر. الحاجه الثانيه ودي برضو عزاء ليه، ان احنا كلنا راكبين قطار واول ما تيجي محطته هينزل، يعني بالبلدي كده اي انسان بيشعر بالم او بمرض يبشر، يعني لابد ان يستبشر بحاجتين، اما ان هو يعني ربنا يا رب يرزقهم طول العمر مع حسن العمل، اما ان هو يموت ويترك الالم، واما ان الالم يتركه فهو يخف وربنا يشفيه بفضل الله سبحانه وتعالى. اسال الله ان يشفي جميع مرضى المسلمين. الحاجه الثانيه ان الانسان لابد ان هو يكثر من الدعاء لمرضى المسلمين دائما، والله العظيم لا يفطر لساني ابدا، لا في خطبه ولا في درس ولا في صلاه ولا في قعدتي لوحدي الا ما انا لازم ادعو لمرضى المسلمين وموتى المسلمين وللمسلمين عامه في كل ارجاء الارض، لان احنا بنتقرب الى الله سبحانه وتعالى بحب كل من يوحد الله ومن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أدعو جميع المسلمين لزيارة المرضى، فيها عظة عجيبة الشكل. روحوا زوروا المستشفيات يا جماعة، زوروا شوفوا المرضى عشان تعرفوا قدر النعمة اللي ربنا إدها لكم. أحيانا الإنسان ما يشعرش بقدر نعمة الصحة والعافية إلا لما يشوف واحد مريض مرض شديد جدا قدامه، ففجأة كده يتذكر نعم ربنا عليه ويقول الحمد لله. أحد السلف في يوم الأيام لقى واحد بيشتكي من الفقر ومعترض ومتضايق، وليه ربنا مقطر علي الحياة بالمنظر ده؟ فقال له طب تعالى نعمل مع بعض صفقة حلوة قوي وهتعجبك إن شاء الله. قال له تفضل. قال له تديني عينيك وتاخد قدامها مقابل لها يعني 100,000 دينار. فقال له لا طبعا، ده لو حتى كنوز الدنيا ده عينيا وأنا بشوف غيرها. فقال له طب خلاص أخد سمعك وديك 50,000 دينار. قال له طبعا مش ممكن، طب لسانك، طب عقلك، طب مش عارف ايه. قال له سبحان الله، تمتلك كل هذه الكنوز وانت تعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى؟ قال له هل تحفظ شيئا من القران؟ قال له بفضل الله احفظ القران كله. قال له خلاص اتفقنا، ناخد من صدرك سوره البقره ونعطيك 100,000 دولار. قال له برضه ولا كنوز الدنيا؟ قال له اذا انت تمتلك كل هذه الكنوز ثم تعترض على ان ربنا مقدر عليك الرزق، هو انت فاكر اصلا الرزق ده ايه؟ اغلب الناس لما تقول له ربنا يوسع عليك رزقك فيقول لك امين يا رب العالمين، ويخطر على باله حاجه واحده بس، الفلوس والدراهم والدولارات والدينارات، مع ان ده اقل انواع الرزق. الاسلام رزق، كل ان ربنا سبحانه وتعالى رزقك نعمه الاسلام من بين هذا الكم الكبير من اناس لا يعرفون الله سبحانه وتعالى. اديك مثال بسيط، الكره الارضيه يعيش فيها 6.5 مليار، 5 مليار كلهم بلا استثناء يكفرون بالله، ومليار ونص بس مسلم موحد على عجرهم وبجرهم على اختلاف أنواعهم وأصنافهم، ده اللي تلاقيه مش عارف شيعي، وده اللي تلاقيه صوفي، وده اللي تلاقيه تكفيري، وده اللي تلاقيه جهادي، وده اللي تلاقيه سلفي، وده اللي تلاقيه إخواني، على اختلاف، وده اللي تلاقيه رجل من عوام المسلمين البسطاء الجمال اللي ما بيصنفوش نفسهم في أي حاجة وبيرفعوا شعار أنا عن نفسي برفعه دائما هو سماكم المسلمين. لكن عايز أقول لحضرتك، شوف 1.5 مليار مسلم وخمسة مليار يكفرون بالله ويعلنون كفرهم بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل اصطفاك من بين هؤلاء جميعا، من بين 6.5 مليار عشان تكون في 1.5 مليار اللي هو المسلم، عشان تبقى كده في الامان. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، كان ممكن تكون مسلم مبتدع، كان ممكن تكون مسلم بتقع في بدع عياذا بالله، اما بدع مكفره او بدع يعني اقل منها او غير ذلك، لكن ربنا حفظك وحماك سبحانه وتعالى وقدر لك ان انت تكون من اهل السنه. طيب فوق ده كله ممكن تكون من اهل السنه ولكن عندك افه معينه، تقصير معين، لا ربنا اكرمك والحمد لله رب العالمين، وكنت من اهل الصلوات الخمسه، وكنت من اهل بر الوالدين، ومن اهل اكرام الجار، ومن اهل اكرام اليتامى، ومن الناس المحافظين على دروس العلم، ومن الناس المحافظين على ورد القران. كل هذا انا بعتبره تصفيه واصطفاء بعد اصطفاء. فالاصطفاء ده وارد في الكون ده كله، الله عز وجل اصطفى المسلمين من البشر أجمعين، ثم اصطفى من المسلمين خلاصة المؤمنين، ثم اصطفى من خلاصة المؤمنين الأنبياء، ثم اصطفى من الأنبياء الرسل، ثم اصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليهم جميعا، ثم اصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا، ثم اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على كل البشر، فكان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. يبقى هو اصطفاء من اصطفاء. يبقى إذن الإسلام نعمة، اتباع السنة نعمة، حفظ القرآن نعمة، طلب العلم نعمة، الدعوة إلى الله نعمة، حفظ العقل نعمة،
عايز اقول السمت الحسن نعمه، حسن الخلق نعمه، الزوجه الصالحه نعمه، راحه البال نعمه، الاولاد الصالحين نعمه، حب الناس نعمه، كل هذه ارزاق. واخر انواع الارزاق صدقوني هو الرزق بالمال، المال ده ابسط مما تتصور. ولذلك اثنى المولى عز وجل على اهل التقوى والايمان فقال جل وعلا: ومما رزقناهم ينفقون. هل مما رزقناهم ينفقون ديت، هل ربنا سبحانه وتعالى لم يرزقنا إلا بالمال؟ لو كان لم يرزقنا إلا بالمال يبقى المطلوب في الإنفاق هنا فقط هو المال. إنما الله عز وجل رزقنا بالصحة، بالعافية، براحة البال، بالعلم، رزقنا بالمال، رزقنا بحاجات كثيرة جدا جدا، فأنت بتنفق من هذا. صحتك تتصدق بصحتك، مثلا لقيت واحد كبير في السن فبتساعده وتعينه وتعينه على ركوب الدابة وتشله أغراضه وتحملها له، ده صدقة، بتحمل هذا الشيء عنه بصدقة. لقيت واحد كفيف فبتدله على الطريق، هذه صدقة. واحد ما عندوش مية فأنت بتاخد من دلوك إلى دلوي، دي صدقة. إنسان لم يتعلم فأنت بتعلمه، بتتصدق بهذا العلم، صدقة. واحد بتحفظه القرآن، دي صدقة. واحد بتدله على الطريق هو تايه وبتدله على الطريق، هذه صدقة. واخد بالك؟ واخر انواع الصدقات دي بتديله فلوس، هذه صدقة. اذا فهناك انواع كثيرة جدا من الصدقات، ومما رزقناهم ينفقون. تعالوا نرجع للموضوع، فعايزين نقول ان احنا محتاجين نزور المرضى، روح عشان تعرف وتنظر وتتامل الى بديع نعم المولى عز وجل. عشان لما تروح تشوف واحد عياذا بالله نايم على سريره ومتربط بالخراطيم وتعبان، او واحد متجبس جسمه كله، او واحد ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب عنده شلل رباعي، او في قسم الحروق وجسمه كله ربنا يعافينا ويعافيكم مشوه، او واحد انت عارفين الألام كثيرة جدا، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين. لما تروح تزور بتذكر نفسك، أنا بطلب من حاجة زيارتين، زيارة في الشهر للمقابر وزيارة في الشهر للمستشفيات. كل مرة روح زور مستشفى، خش على المرضى وادعي لهم، وتأكد وتيقن أن ليك أجر لا يخطر على قلب بشر، كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يعود مسلما، أي يزور مسلما مريضا، يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن زاره عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وخليف في الجنة. في أكثر من كده، تروح تزور مسلم بفضل الله سبحانه وتعالى، مسلم مريض ربنا سبحانه وتعالى يقيد لك 70,000 ملك يدعون لك ويستغفرون لك. ومن المعلوم ان دعائك انت لنفسك قد يقبل وقد لا يقبل، لكن بنحسن الظن بالله ونقول ان شاء الله ما دمنا ما بنظلمش حد، ما دمنا ما بناكلش حرام، يبقى ان شاء الله الدعاء يقبل. لكن دعاء الملك ليك مقبول 1000%، لان الملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، فليس عندهم اي اجابة كثيرة. لكن على رأسها ان الانسان عياذا بالله يكون عنده سوء ظن بالله، ومستحيل يكون في ملك عنده سوء ظن بالله. الحاجة التانية ان الانسان يكون بياكل حرام والملائكة اصلا ما بتاكلش، فبالتالي لا بياكلوا لا حلال ولا حرام، هم غذائهم كله التسبيح والتهليل والتمجيد وتسبيح ربنا سبحانه وتعالى، هو ده غذاء الملائكة، هم ما بياكلوش حاجة اصلا، لا يأكلون شيئا. طيب الحاجة التالتة، ممكن يكون الانسان من ضمن موانع الاجابة انسان يكون ظالم عياذا بالله، والملائكة لا تظلم، لان الملائكة منزهون عن هذه المظالم، لأنهم حتى في تعاملاتهم لا يتعاملون إلا بما يأمرهم به الله عز وجل. والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، وأمرنا ألا نتظالم فيما بيننا، كما في الحديث الذي رواه مسلم قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فمستحيل أن الله عز وجل يأمر ملكا بأمر فيه ظلم، ده حاشا لله ومستحيل طبعا، ده أمر لا يخطر على قلب بشر. يبقى إذن نزور عشان نتعلم، علشان لما نشوف المرضى ونشوف الناس المقعدين والناس اللي متربط لهم خراطيم والناس اللي تعبانين، و اللي بيظلم يبطل ظلمه، واللي بياكل حرام يبطل اكل حرام، واللي بيعق امه وابوه يبطل، واللي بيظلم زوجته يبطل، واللي بيتعب اولاده يبطل، واللي كل انسان واقع في شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى، لما يشوف المرضى بهذه الهيئه يبطل يظلم اي حد ويبطل يعمل اي حاجه تغضب ربنا سبحانه وتعالى، لانه يعلم يقينا أنه وما يعلم جنود ربك إلا هو، قادر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يا رب يعافيكم، بحتة فيروس لا يرى بالعين المجردة قد يعني الإنسان يعجب بخلقته، كان يكون مثلا رجل بيلعب كمال أجسام أو طالع العضلات
وترابيز وحاجات كده، واخد بالك، وماشي فرحان بنفسه، ولا يدري هذا الانسان الضخم اللي فرحان بنفسه وعنده عجب بنفسه ان حته فيروس لا يراه بالعين المجرده ممكن عياذا بالله يخلي هذا الانسان يبقى هو والسرير حته واحده، يرقد على سرير ما يقومش من عليه. ربنا يا رب يعفو عن جميع المسلمين يا رب العالمين. اذا الانسان لا يغتر لا بالصحه ولا بالمال ولا بالدنيا، يعني الدنيا كلها وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المتاع أصلا يطلق على متاع المسافر، يعني لما أقول كلمة متاع تطلق على متاع المسافر. واحد قاعد في فيلته وعنده عربيته وشركته وعنده وجات له سفرية كده مثلا من القاهرة لإسكندرية، شيء طبيعي هياخد معاه إيه؟ حتة شنطة صغيرة كده هاند باج يدوب فيها غيار وسندوتشين ثلاثة وزجاجة مية وقرشين في حطتهم في المحفظة ومسافر. يعني مش ممكن هيروح مسافر من القاهرة الإسكندرية واخد معاه الفيلا بتاعته ولا العمارة بتاعته ولا واخد الشركة بتاعته، لا، ده سفرية بسيطة. الشنطة بقى اللي واخدها في ايده الصغيرة دي اسمها متاع، متاع المسافر. فالمولى عز وجل بيقول لنا الدنيا دي كلها بقى المتاع ده، دي الشنطة دي، ومع ذلك الشنطة دي لو فتحتها هتلاقيها غرور، متاع الغرور ليس فيها أي شيء. ولذلك قال النبي لو كانت الدنيا وعند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. والدنيا المولى عز وجل يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. يبقى نزور علشان نتعظ ونتذكر. عايز أقول يا جماعة الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراها إلا المرضى، المريض هو اللي بيشعر بهذه النعمة. عشان كده المفترض نحن نحمد ربنا على كل اللي ربنا يدهنا. ربنا ادانا صحة حتى بنسبة 50%، اللهم لك الحمد. كان ممكن ما يبقاش فيه ولا صحة لا 50 ولا 40 ولا 10 حتى. نحمد ربنا ادانا صحة 90% 70% اللي ربنا يدهن، اللهم لك الحمد، لان احنا عندنا قناعة ان الله عز وجل ارحم بنا من رحمة الام بطفلها الرضيع. مرة تخيلت لو ان واحد عنده 10 قصور وعنده 10 شركات وعنده مليارات الاموال وعنده زوجه وعنده اولاد وعنده شاليهات وفلل، ويعني راجل يعني ايه راجل عايش حياه في قمه رفاهيه. هذا الرجل فجاه ربنا يعافي الجميع رب العالمين جاله شلل رباعي وبقى نايم على السرير لا يتحرك منه اصبع واحد، ما بيتحركش منه حاجه خالص. من مره راجل نايم على السرير لا يتحرك ابدا. هذا الرجل، وحضراتكم ارجو ان انتوا تردوا على السؤال دوت، لو عرض عليه في تلك اللحظة هو لا يتحرك، يعني مسكين، لو حب يشرب بقه مية ينادي الحقوني عايز مية، أنا ما أقدرش أن أنا والمية جنبه ما يقدرش أن هو يشربها. لو جاءت ذبابة على وجهه ما يقدرش يعني هشاء، لازم حد يكون سهران جنبه ويتناولوها ورديات، يعني 3-4 ورديات كل واحد يقعد مثلا 6 ساعات أو 8 ساعات يفضل قاعد جنبه يراقبه ليلة نهار، يشوف ذبابة جاية على وشه، عرق نزل على جبينه عايز يمسحه، عايز يشرب، عايز ياكل، ربنا يعافيكم عايز ياخذ حاجته، ما يقدرش يعمل اي حاجه لنفسه الا لما لازم حد يساعده، ويشعر بشيء من الاحباط وشيء من الالم النفسي اكتر من الالم الجسدي. هذا الانسان اللي هو الملياردير دوت لو قلنا له تدفع كام وترجع يعني تبقى عايز زي اي بني ادم ماشي على وجه الارض، ماشي على رجليه وبيتحرك وبيشوف وبيسمع وبيتكلم وبيدردش وبيروح مشاوير، تدفع كام بالظبط كده؟ زي ما حضرتك قلت يدفع كل ما يملك عشان يرجع يبقى صاغ سليم يقدر يمشي على رجليه. تخيل بقى حضرتك معاك النعم دي كلها، يعني لو تخيلت حضرتك ربنا يعافيك ان انت كنت مكان الرجل ده وبتمتلك المليارات دي كلها وحصل لك اللي حصل له، ثم فديت نفسك بكل المليارات ورجعت تمشي زيك زي اي واحد وانت لا تملك الا قوت اليوم، اكيد كنت هتبقى سعيد جدا. ولذلك عشان كده بقول لك ارضى باللي ربنا رزقه لك ولا تنظر الى ما عند غيرك. اذكر حكيت لكم قبل كده ان واحد رجل غني جدا كان معدي بالعربيه بتاعته، ركب عربيه احدث موديل ومعدي قدام غيط كده شغال فيه بعض الشباب الفلاحين البسطاء، وكانوا اشتغلوا في الغيط وبعدين قاعدين بقى في فتره الراحه قاعدين بقى حاطين بقى الاكل بتاعهم بقى ما شاء الله، عيش برحرح وعيش بالتاو ومش وفحلين بصل مظبطين الدنيا عشان يعملوا دماغ مش يعني وكده، وبعدين قاعدين بياكلوا فجاه العربيه راحت معديه. واحد منهم قال يا سلام ادي الناس اللي عايشه يا عم. فالراجل راح واقف ورجع له، فالشاب خاف ليكون راجل زعل، قال له ما تخافش يا ابن الله انا مش زعلان، تعالى بس انا هعمل معاك صفقه حلوه قوي. قال له خير يا عم الحاج؟ قال له ايه رايك تيجي تبدل؟ قال له ابدل ايه؟ قال له انا معايا، شفت العربيه اللي انا راكبها ديت؟ عندي منها 4،
وعندي كذا فيلا وعندي كذا شاليه وعندي كذا شركة وعندي ملايين في البنوك وعندي 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 مع كل دوت سرطان وسكر وضغط واملاح وعندي كذا وعندي وعندي في نقرس وعندي فيروس سي وعندي وعندي. فقرك تحب تبدل تشيل الشيله كلها تاخد اموالي بامراضي وتديني شويه الصحه اللي انت فيهم؟ قالوا لا يا عم ربنا يكرمك، ده الحمد لله احنا يعني ربنا كرمنا بمعده تهضم الزلط اللهم لك الحمد. فاستشعر نعمه الصحه حينما راى هذا الرجل يتكلم بهذا الشكل. ولذلك يذكر ان واحد رجل غني لكنه كان مبتلى بامراض كثيره، فعزم واحد فقير كان بيستشعر منه كده عدم الرضا على الحياه، يعني ايه دايما مستشرف كده، اشمعنى احنا يعني اللي مكتوب علينا الفقر، اشمعنى احنا اللي ناس كتير بتقول كده، اشمعنى احنا يعني اللي ما ربنا بيوسعش علينا كده ولا ينفخ في صورتنا ولا مش عارف ايه والكلام اللي بيتقال عند بعض الناس البسطاء. فراح حازم واحد بالمنظر ده قال له تعالى انا عازمك النهارده، فحط قدامه مائده بقى كبيره جدا ما شاء الله وقال له كل يا ابني. فبدأ الشاب ده ياكل ما شاء الله طبيخ ولحوم و فبيقول اتفضل يا حاج ما تاكلش ليه؟ قال له ما اقدرش اكل لحم اصل عندي نقرس يا ابني. فقال له الله يشفيك يا عم الحاج. شويتين الشاب بياكل رز ونشويات وحاجات بقى وسمبوسك والكلام ده كله، اتفضل كل يا عم الحاج. قال له عندي السكر يا ابني والله ما اقدرش اكل نشويات. طب شويتين ابتدى الشاب دوت ياكل حلويات، ما تاكل يا عم الحاج؟ قال له انا بقول لك عندي السكر يا حبيبي. طب كل فاكهه؟ عندي املاح والله يا ابني. امال بتاكل يا عم الحاج؟ قال له والله يا ابني هي نص رغيف وحتتين جبن قريش وممكن جنبها يعني شويه زيتون كده والحمد لله رضا اللهم لك الحمد. فيعني عايز اقول لك يا ابني مين فينا بقى اللي غني؟ انا ولا انت؟ انا امتلك السفره دي كلها وما اقدرش اكل منها حاجه، وانت لا تمتلكها، لكن لو عرضت عليك تقدر تاكل كل اللي فيها ولا تشعر باي الم. مين اللي غني؟ قال له انا اللي غني والله يا عم الحاج. اذا تستشعر النعم ديت لما تشوف ان غيرك محروم من شويه صحه يستطيع من خلالها انه يستمتع بالحياه. ولذلك كم من النعم العظيمه اللي ربنا سبحانه وتعالى هيعجلها لك وقبل ما تخش الجنه البشاره بيها عشان تقدر تستمتع بما في الجنه. لان ايه فايده الجنه لو دخلت الجنه يوم القيامه والواحد ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين عنده سكر وعنده نقرس وعنده فلما يعرض عليه نعيم الجنه يقول لك انا ما اقدرش اكل اي حاجه لا من اشجار الجنه ولا اكل كذا ولا اكل كذا لان انا عندي امراض. لا، ففي الجنه بقى ما فيش اي امراض. ورد في الحديث الذي رواه مسلم انه ينادي منادي يوم القيامه اربع نداءات، من بين النداءات ديت وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، تفضلوا في كده بصحه وعافيه ولا تمرضوا ابدا. ليه؟ لأن المرض يمنع الإنسان أنه يستمتع بالحياة. المرض بيخلي الإنسان عاجز أنه هو يعيش حياته. ممكن إنسان يكون عايش في قصر ما شاء الله وحواليه جنان ووا وربنا يعافينا ويعافيكم عنده شلل في رجليه ما يقدرش يتمشى، في حين أن غيره يقول يا سلام ده أنا لو كان عندي حتة جنينة زي كده كنت أقوم الصبح كده أصلي الفجر وأقعد كده في المسجد أذكر ربنا لحد الشروق، وبعد الشروق كده أخرج وأتمشى في الجنينة، وبعد ما اتمشى كده واخد شويه الشمس الحلوين كده بالاشعه البنفسجيه الرائعه ديت او اقعد افطر كده ومش عارف ايه واستقبل يومي كده بنشاط، اخش كده اخد شاور واروح الشغل بتاعي كده وانا نشيط ما شاء الله، وهو يا عيني عنده كل المتعه ديت لا يستطيع ان هو يعمل الكلام اللي انت بتقوله ده. يبقى عنده في البيت حمام سباحه ولكنه مصاب بالمرض ما يقدرش ينزل، يبقى عنده في البيت احسن اكل واحسن شرب ما يقدرش يتناوله لان السكر بيمنعه ويقول له ما تقدرش تاكل دي ودي غلط ودي تزود عليك السكر ودي تعمل عندك مشكلة كذا ودي تزود النقرس ودي، فيبقى عنده مشاكل كتيرة جدا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيطمن حضرتك ان انت قبل ما تخش الجنة الصحة دي 100%. وبعدين فوق ده كله كمان يعطيك فوق كمان حتة وقاية ومناعة من جميع الأمراض بلا استثناء، لا فوق ده كله يديك قوة 100 رجل كما ورد في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن رجل من أهل الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والنكاح. يبقى الرجل في الجنة فوق إن هو كمان رجل المرأة، طبعا ما بكلمش على رجل بس، الرجل في الجنة أو المسلم في الجنة ربنا سبحانه وتعالى يعافيه من كل الأمراض، ما فيش أي أمراض ولا أسقام ولا حتى صداع ولا حتى شوية سخونية ولا زكام ولا عطس ولا أي مشكلة خالص، وفوق ده كله يعطيه قوة 100 رجل، وفوق ده كله كمان يديله جسم كمان ما شاء الله ضخم بحيث ان هو يستطيع ان هو يستمتع بالجنه، يستطيع ان هو يتفسح ويروح هنا وهنا. فكما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر كما في الحديث الذي رواه مسلم ان المسلم يدخل الجنه على صوره نبي الله ادم عليه السلام
60 ذراعا في السماء. فدي بتبقى منحة عظيمة جدا جدا، تعرف الإنسان هو في الجنة سيسعد. عشان كده لما سئل الإمام أحمد متى الراحة يا إمام، قال والله لا راحة إلا مع أول قدم يضعها في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل مع بعض بعض الخواطر كده، جبر الخواطر لكل مرضى المسلمين، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية تحفة الدعاء وطلبة العلم، الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. إنها عصارة فكر وتجربة دامت أكثر من 20 عاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، كان حلم جميل في حياتي إن أنا كان نفسي أعمله، إن أنا أوفر موسوعة متكاملة في جميع علوم الدين لطالب العلم. لو أراها طفل يفهمها، لو أراها شاب يفهمها، لو أراها واحد بيبدأ سكته في طلب العلم يفهمها، لو واحد عايز ياخد حتى معلومات متكاملة عن جميع علوم الدين يقدر إن هو يستوعبها بأسلوب مبسط. تعالوا بسرعة نشوفها كده مع بعض. ودي قعدت معايا حوالي 4 سنين ولكنها خبرة 22 سنة دعوة. رقم واحد، كتبته كتاب قصص الأنبياء، بيحكي قصص الأنبياء كلهم بلا استثناء من الألف إلى الياء. رقم 2 أو الكتاب الثاني، كتاب قصص القرآن، بيشرح جميع القصص التي وردت في كتاب الله عز وجل في القرآن. رقم 3، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الألف إلى الياء، من الميلاد إلى الممات. رقم 4، كتاب قصص الرسول، قصص الرسول بيحكي القصص الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق اللي بينه وبين قصص القرآن، قصص القرآن اللي ورد في القرآن، وقصص الرسول الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب اللي بعد كده كتاب أصحاب الرسول، حكيت فيه مجموعة كبيرة جدا من سيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب اللي بعده كتاب أخلاق الرسول، شرحت فيه جميع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مدعم بالقصص علشان نقدر نستوعبه لو أرى طفل صغير يستوعبه ويستمتع به. كتاب أخلاق الرسول. الكتاب اللي بعده معجزات الأنبياء وكرامات الصحابة، حكيت فيه جميع معجزات كل الأنبياء وجميع كرامات كل الصحابة. الكتاب اللي بعده أمهات المؤمنين، شرحت فيه قصة جميع أمهات المؤمنين كلهم في هذا الكتاب، وقصة حياتهم كلها رضي الله عنهم جميعا. الكتاب اللي بعده كتاب الآداب الإسلامية، شرحت فيه جميع الآداب الإسلامية التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب اللي بعده منهاج المسلم، شرحت فيه حوالي 103 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكتابين اللي بعد كده كتاب حكايات عم محمود، دول بقى للأطفال، حكايات عم محمود الجزء الأول وحكايات عم محمود الجزء الثاني. طبعا الموسوعة كان الأول مكتوب عليها الموسوعة أو مثلا كتاب كذا للطفل المسلم، الآن مكتوب عليها كلها للكبار والصغار. ليه؟ لأن في ناس فهمت أن الموسوعة دي معمولة للأطفال فقط، الموسوعة معمولة للصغار والكبار ولطلبة العلم وللجميع، ولذلك مسحنا من على كل الكتب كلمة للأطفال وسميناها للكبار والصغار. تفسير جزء عامة، فسرت فيه جزء عامة كاملا في هذا الكتاب، وراء القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم. أذكار المسلم، جميع الأذكار سواء في الليل أو في النهار، أذكار النوم، الأذكار الحياتية الموظفة كلها شرحتها في هذا الكتاب. الفقه الميسر للكبار والصغار، شرحت فيه أبواب العبادات كلها كاملة في هذا الكتاب، وبشكل مبسط جدا وميسر،
وآخر كتاب كتاب عقيدة المسلم، شرحت فيه العقيدة كاملة في هذا الكتاب برضو بشكل مبسط. فعقيدة المسلم للكبار والصغار، كان الأول مكتوب عليهم للأطفال، الآن مكتوب على كل الكتب للكبار والصغار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله خالصا لوجه الله، وأنصح كل أب وكل أم وأنصح كل طالب علم وكل إنسان عايز يعرف حاجة كبيرة عن الإسلام وعايز يعرف كل شيء عن الإسلام أن يقتني هذه المجموعة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموسوعة الذهبية 16 مجلد، سعر الموسوعة 350 جنيه. الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم. للحصول على الموسوعة داخل القاهرة والجيزة اتصل على 010-2010-2300، وللحصول عليها في جميع المحافظات اتصل على 010-2010-2400. مرحبا يا خير دار، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد عندك بقى الحديث الهدية دوت، تستمتع به إن شاء الله. والحقيقة احنا نستمتع بكل أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه وضبطت في سربه. والفرق بين السرب والسرب أن السرب هو المكان اللي أنت عايش فيه، والسرب هو مكان الذهاب والإياب. يعني من أصبح آمنا داخل بيته وخارج بيته. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه، ما شاء الله صحة زي الفل ما شاء الله، معافا في بدنه. وبعدين عنده قد ايه؟ كنوز ولا مليارات ولا ملايين؟ أبدا، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والله محتاج أعيد الحديث ده مرة تانية، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه، عنده قوت يومه، يدوب ما يكفي فقط للنهاردة وما يفتش البكرة، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. حقيقة أتذكر أن في يوم من الأيام رجل كان ابنه اتخطف من إحدى العصابات، كان في أوروبا، كان في إيطاليا. هذا الرجل كان عايش حياته كلها هناك، وكان مكون مبالغ كبيرة وعمل شركات هناك، وتعرض عليه، وده كان ابنه الوحيد، وتعرض عليه ان هو يدفع كل ما يملك من اجل انقاذ ابنه الوحيد. دفع كل ما يملك، دفع بالبلدي، دفع كل شيء من اجل شيء، واخد بالك، من اجل هذا الابن الوحيد. اذا فالدنيا يعني لا تشغل بالك، يعني انت ممكن انسان، ويا ما سمعنا بقى في حياتنا الطويله بقى، حياتنا دي كلها تسمع مثلا ايه، فلان الفلاني ده كان رجل اعمال، فلان الفلاني ده كان ما شاء الله ملياردير او مليونير، فلان ده كان صاحب شركات، وفجاه بلا مقدمات رجل بعد ما كون مثلا ثروة. أذكر إن في يوم الأيام واحد من رجال الأعمال كان كون ثروة حوالي 300 مليون جنيه، كونها في قد إيه؟ كونها في حوالي 20 سنة أو 30 سنة على ما أذكر. بعد 30 سنة دخل صفقة واحدة خسر فيها 300 مليون جنيه وبقى على البلاط، واخد بال حضرتك. إذن فالفلوس ولا تسوي حاجة، أهم حاجة في الدنيا إن أنت تكون عقيدتك وإيمانك بالله عقيدة سليمة صحيحة، ودائما لا يثبت أمام الفتن والمواقف والأمراض والمصائب والمشاكل إلا صاحب العقيدة، اللي هو بيرفع شعار دائما: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الله أكبر، هو عارف يقينا إن ربنا سبحانه وتعالى لا يقدر للعبد إلا كل خير، لأن ربنا هو اللي قال كده: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله عز وجل ماذا يستفيد من عذابنا؟ أبدا ولا حاجة. الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم، ده ربنا يريد أن يخفف عنا سبحانه وتعالى. بل الله عز وجل يعني خلق الجنة وزينها من أجل أهل الإيمان وأهل التوحيد سبحانه وتعالى. بل إن مولى عز وجل يوم القيامة كما تعلمون في عز قول الأنبياء
إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وعلى الرغم من ذلك يقول ورحمتي وسعت كل شيء. في عز الغضب ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي غلبت غضبي. ويأذن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بثمان شفاعات، ويأذن لكل نبي بشفاعة، ولكل ملك بشفاعة، ولبعض المؤمنين بشفاعات. ثم يقول جل وعلا كما في الصحيحين، يقول شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فيقبض قبضة من النار فيلقيها في نهر على أفواه على باب الجنة يقال له نهر الحياة، فيدخلون النهر وقد امتحشوا أي صاروا فحما، فيخرجون من النهر كأنه اللؤلؤ المنضود، وفي رقابهم الخواتيم مكتوب عليها عتقاء الرحمن. فإذا دخلوا الجنة ورآهم أهل الجنة قالوا هؤلاء عتقاء الرحمن دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. إذن رحمة الله عز وجل لا تخطر على قلب بشر. أنزل رحمة واحدة، مع أن لي 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة يترحموا بها الإنس والجن والطير والوحش، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيها. فإذا كان يوم القيامة ضم الله عز وجل تلك الرحمة إلى 99 رحمة، فأكمل 100 رحمة، حتى يتطاول إبليس ويظن أن رحمة الله عز وجل ستسع من كثر الرحمات التي يراها من الله عز وجل يوم القيامة. عشان كده لازم نحن نرضى بقضاء ربنا ابتداء وانتهاء، ولازم على الأقل نصبر، لأن الرضا مستحب والصبر واجب. الصبر واجب، بس أنهي صبر؟ الصبر الجميل، مش إنسان يكون مثلا مريض فتخش عليه السلام عليكم ألف سلام على حضرتك شفاك الله عافاك أخبارك، يقول لك أقول الحمد لله دي أدينا صبري ونشوف آخرة الصبر إيه. ده مش صبر جميل. إنما لما يكون صابر فأقول الحمد لله، اللهم لك الحمد، كل اللي يجي من عند حبيبي فهو حبيب، وأنا الحمد لله صابر والله. طبعا الرضا موضوع كبير قوي قوي، ده موضوع محتاجين نتكلم فيه في موضوع تاني، لكن أو في وقت تاني. فأنا عايز أقول النهاردة رسالتين. رسالة للأصحاء قلتها في أول الدرس، زوروا المستشفيات، بالله عليكم زوروا مستشفى سرطان الأطفال، زوروا الأقسام بتاعة الحروق، زوروا الناس اللي عندها فيروس، زوروا الناس يعني اللي ربنا عارفينه وعارفينك يا رب العالمين. هتشوف حاجات هتحسسك بقيمة نعم ربنا عليك. هتشوف ناس ملهاش عينين ما بتشوفش وانت بتشوف، هتشوف ناس ما بتسمعش وانت بتسمع، هتشوف ناس ما بتمشيش وانت بتمشي، هتشوف ناس ما بتقدرش تقضي حاجتها ومتوصلها خراطيم عشان تقضي حاجتها وانت بتقضي حاجتك. هتشوف حاجات كتيرة جدا. هتشوف ناس ما بتاكلش، عايش حياتها كلها على المحاليل وانت بتاكل وبتتنعم وبتشرب وعايش، عشان تخرج كده تقول اللهم لك الحمد. زوروا مستشفى الامراض العقلية، هتلاقي ناس بلا عقل عمالة بتخبط دماغها في الحيط وبتعمل تصرفات غريبة جدا، يبهدل نفسه، ممكن يخلع ملابسه كما ولدته أمه، وأنت الحمد لله رب العالمين زينك الله عز وجل بنعمة العقل عشان تخرج وتحمد ربنا على كل الخير وكل النعم اللي ربنا أنعم بيها عليك. حتى لو قطر عليك رزقك، حتى لو حصل لك مشكلة، حتى لو حصل أي حاجة، قول الحمد لله اللهم لك الحمد. انظر لنصف الكوب المملوء، ما تبصش كده. انت يكون ربنا اداك صحه والحمد لله واداك عقل وجعلك من اهل الاسلام وجعلك من اهل الايمان والتوحيد، وبتقرا قران وبتصلي صلاه الخمس في الجماعه، وبرب والديك وولادك بيحبوك وزوجتك بتحبك والناس بتحبك، لكن عندك بس مشكله ماديه، ما تنساش كل النعم دي وتقول انا عايش حياتي في شقاء لان انا حياتي الماديه تعبانه. طب ما تنظر لباقي النعم، ما هو ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك 1,000,000 جنيه في الشهر ويسلط عليك من المصائب والمشاكل. ربنا يعافيك يا رب العالمين ما يزيل المليون وتستلف عليها كمان مليون. يبقى المسألة مش مسألة قيمة مادية، مش مسألة فلوس قد ايه. يعني أجدادنا وأبائنا كانوا زمان لو تفتكر أيام بقى العشرينات والثلاثينات والأربعينات، كان ممكن تلاقي الراجل موظف ومرتبه 3 جنيه، 3 جنيه بيصرف على أسرته وبيأكلهم ويشربهم ويجيب لهم كل اللي هم عايزينه، وكمان فوق ده كله كمان بيشيل عشان يجهز البنات ب3 جنيه. النهارده بيبقى الرجل من دولت بياخد في الشهر 1,500 جنيه وتحل عليه وتحل له زكاة المال، لأنه مش لاقي. ليه؟ لأن البركة ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، البركة بتنزع. والبركة دي تعود امتى؟ ولو ان اهل الارض امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات ايه من السماء والارض، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ايمان وتقوى
والتقوى كما عرفها علي بن أبي طالب هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وكما عرف طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. إن أنت تكون بتجعل بينك وبين عذاب ربنا وبين سخط ربنا وبين غضب ربنا سور حاجز وقاية عشان تقيك من أنت تقع في أي شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى. إحنا عايزين إن ولذلك هم أولياء ربنا سبحانه وتعالى. ربنا لما ذكرهم في القرآن ذكرهم بأسمائهم ولا بصفاتهم؟ لو ذكرهم بأسمائهم كانت تبقى مشكلة، لأن هيبقى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون زيد وعبيد وسين وصاد. يبقى احنا خرجنا من الموضوع ده. انما المولى عز وجل من كمال رحمته ان هو ذكرهم بايه؟ بصفتهم. قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وراح مختصر لك الموضوع في حاجتين سهل جدا ان اي حد فيكم يحققهم بفضل الله. قال الذين امنوا وكانوا يتقون. صعبه دي؟ ايمان بالله عز وجل بجميع اركان الايمان، واخد بالك، والتقوى اللي لسه ذاكرها حالا دلوقتي، تجعل بينك وبين كل ما يغضب الله وبين سخط الله وبين عذاب الله وعقاب الله وقايه. تعرف ان ربنا هيعاقبك لو فعلت الفاحشه، تبعد عن الفاحشه وتبعد عن مقدمات الفاحشه. تعرف ان ربنا هيعاقبك لو ان انت تعاملت بالربا، ما تتعاملش بالربا. تعرف ان ربنا هيعاقبك لو انك اطلقت النظر على النساء الاجنبيات، تغض بصرك امتثالا لقول المولى عز وجل كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وهكذا تجعل بينك وبين عقاب الله وقايه تقيك من عذاب الله سبحانه وتعالى. الرساله بقى الثانيه لاخي وحبيبي المريض، عايز اقول له كلمه صغيره خالص، عايز اوصل له حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب منه. دوت بيسموه علماء الحديث منطوق الحديث او ايه، او المتن بتاع الحديث. في منطوق للحديث وفي مفهوم للحديث. من يرد الله به خيرا يصب منه ده منطوق الحديث، لكن مفهوم الحديث هو من لم يرد الله به خيرا لا يصب منه. الله، يبقى اذا لو ربنا اراد بك خيرا يصب منك، ياخد منك صحة، فلوس، زوجة، ابن، اب، ام، وظيفة، اي حاجة يبتليك في أي حاجة. لو بيحبك ولو أراد بك خيرا يبتليك، شوف قد إيه. ولو لم يرد بك خيرا ولم يحبك يتركك. خد بالك، يعني المولى عز وجل سبحانه، هتشوف بقى دلوقتي الحكمة بقى لما نمشي مع بعض شوية كده، هتشوف حكم لتعجيل الابتلاء، وتشوف حكم لتأجيل الابتلاء، وتشوف حكم لتعجيل العقوبة. لو إنسان عمل غلطة فربنا بيعاقبه عليها في الدنيا بدل ما يستنى للآخرة ويلاقي عقاب لا يخطر على قلب بشر. فمن رحمة ربنا أنه يعجل العقاب للإنسان في الدنيا عشان يلقاه طاهرا مطهرا بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز أقول لكل مريض بلا يعني من غير ما أمزح، والله والله العظيم بجد، يا بختك على الحسنات اللي أنت بتاخدها من وراء صبرك على هذا المرض. حسنات لا تخطر على قلب بشر. جبت منين الكلام ده؟ من قول المولى عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله، يصب عليهم الخير صبا. قلنا قبل كده في حاجات معينة بعروف الأجر بتاعها عامل إزاي. من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الصدقة بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. خد بالك، الحسنة ديت بعشر أمثالها، ديت بكذا وديت بكذا. إلا في بعض الأشياء المولى عز وجل لم يحدد لها أجرا. زي إيه؟ زي العفو. فمن عفا وأصلح قال لك فأجره على الله ولله المثل الأعلى. تخيل حضرتك لما تيجي مثلا هتعمل حاجة معينة كده، فجي ملك من الملوك او رئيس دولة من الدول قال لك يا فلان خلص بس الموضوع دوت ومش هقول لك بقى الاجر عندي والمكافأة بقى كبيرة عندي انا. وانت عارف بقى لما زعيم دولة ولا زعيم امة يكافئ انسان من الرعية كيف يكافئه؟ انسى المثل ده، ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فربنا بيقول لك لو عفيت عن الانسان اللي ظلمك او اذاك الاجر عندي بقى، انا مش هقول لك هو قد ايه، لان هتبقى مفاجاه لا تخطر على قلب بشر. ادي حاجه. الحاجه الثانيه الصيام.
قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال لك الجزاء برضو مفاجأة عندي لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، ما فيش حد يعرف الأجر بتاع الصيام إلا الله سبحانه وتعالى. طب ليه الصيام لا يعلم أجره إلا الله؟ لأن الصيام من الصبر، والله عز وجل قال عن أهل الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عشان كده بقول لك إن المريض ده، ما هو المريض ده، المرض ده محتاج صبر، واخد بالك، محتاج صبر عشان هو صابر بقى، فالأجر الذي يتحصل عليه يوم القيامة لا يخطر على قلب بشر. الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة ذكر من فوائد المصائب والابتلاءات والأمراض أكثر من 100 فائدة. تخيل حضرتك لما تقعد تتناول كده أكثر من 100 فائدة، يمكن ذكرت كتير منها في كتاب مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. مهم أوي الواحد في المقاس اللي احنا فيها دي كلها يقرأ بقى ايه هي مفاتيح الفرج وتفريج الهموم، وقصص بقى من السلف كيف فرج الله عز وجل هموم وناس كانوا في يعني في مآزق خلاص حياتهم بتنتهي ويأتي الفرج من عند المولى عز وجل، في قصص كثير جدا في هذا الكتاب. فالإمام القيم ذكر أسباب كثيرة أو ذكر فوائد كثيرة جدا للابتلاءات والمصائب والأمراض إذا كان الإنسان صابرا أو راضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى. كان من أول هذه الفوائد يا جماعة حاجة غريبة جدا هتستغربوا لها، اللي هي إيه؟ تكفير السيئات، تكفير الذنوب والسيئات. واحد يقول لي طب واحنا بنعمل ايه يا شيخ محمود على اللي بيحصل لنا ده كله؟ ما احنا ممكن يكون واحد يعني مبتلى ابتلاء شديد جدا او مرض شديد جدا او مرض زي ما بيقولوا كده من الامراض المزمنه اللي معاه مثلا بقى 20 30 سنه، يقول لك طب انا عملت ايه لكل دوت؟ مش شرط تكون عملت حاجه. الله عز وجل لا يبتلي الانسان لانه بيكرهه، لا، الله عز وجل لا يبتلي الا من يحب. لازم تاخدها قاعده، الله يبارك في عمرك، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم. يعني مش أحب قوما نعمهم في الدنيا، لأن الدنيا أصلا ما تساويش عند ربنا حاجة. والله يا حبيبي لو إن الدنيا تساوي عند ربنا أي قيمة كان متعنا متع لا تخطر على قلب بشر. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت، يعني ما حصلش، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كفرها منها شربة ماء. يعني لو حضرتك ربنا سبحانه وتعالى اعطاك انت لوحدك الدنيا دي كلها وحرم منها كل البشر، لما تيجي تفتح بقى الدنيا دي كلها تلاقي ايه؟ ولا حاجه، ما تساويش حاجه بالمره، كل لذه فيها منغصه واي لذه غير كامله، فيها مشكلتين او ثلاث مشاكل، اي لذه مش كامله وفوق ده كله منغصه وفوق ده كله لا تدوم. اما في الجنه اللذه لا تنغص، وتاني حاجه كامله، ثالث حاجه انها تدوم. ولذلك زي ما قلت لحضرتك ينادي مناد يوم القيامه كما في الحديث الذي رواه مسلم يا اهل الجنه ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، وان لكم ان تشبوا تفضلوا شباب على طول ما شاء الله سن 33 سنه لا تكبروا ولا تصغروا على طول على مدى مليارات المليارات من السنين، وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، وان لكم ان تصحوا صحه ما شاء الله فلا تسقموا ابدا، وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا. يبقى النعيم هناك ما شاء الله نعيم ليس فيه منغصات ولا مكدرات، نعيم كامل، نعيم دائم. الثلاث سمات اللي اتحرمت منها في الدنيا تلاقيها في الاخر بفضل الله. في الدنيا اكلت اكله حلوه وجميله وما شاء الله ودفعت فيها دم قلبك، في نفس اللحظه تجد اما جالك مغص او امساك او مش عارف ايه او كذا، واخد بالك، او يجي لك حموضه ومش قادر وتعبان وعايز تروح للصيدليه عشان الدكتور يكتب لك حاجه وتعبان، وبعدين بعد يا دوب يعني ساعه ولا مش ساعه حتى، يعني ده 5 دقائق ولا 10 دقائق بيروح اثر الاكله اللي انت اكلتها، خلاص لا تدوم اللذه بتاعتها، هي اللذه بتاعتها فقط بمجرد بس ما تعدي من ايه؟ من مكان التذوق ده، خلاص اللذه انتهت خلاص. عشان كده هو النعيم كله الكامل لا يكون الا في الجنه. فواحد يقول لي وهنكتفي بهذا العنصر ونكمل بقى ان شاء الله في الحلقه القادمه، يبقى اول فائده من فوائد الابتلاءات او المصائب او الامراض تكفير الذنوب والسيئات. قلت لحضراتكم واحد يقول لي طب انا عملت ايه؟ اقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند احمد باسناد حسن كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. محدش معصوم الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابه مش معصومين رضي الله عنهم وارضاهم رغم انهم خير جيل لكنهم غير معصومين، المعصوم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وقال النبي كما عند الطبراني في كبير بسند صحيح إنه ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، بس في ميزة حلوة إذا ذكر ذكر. وأختم بهذا العنصر، لو تساوت كفة الحسنات بتاعت حضرتك وكفة السيئات، ويوم القيامة هتقع سيئة في كفة السيئات فترجح كفة السيئات فتدخلك النار، تدفع كام علشان يتغفر لك السيئة ديت اللي هترجح كفة الايه السيئات؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالله عز وجل إما أن يغفر لك هذا الذنب بعمل أنت تعمله أو بتوبة أنت تتوبها، أو بأنه يبتليك ابتلاء معين فتصبر على هذا البلاء من أجل أن المولى عز وجل سبحانه وتعالى يغفر لك هذه السيئة، بل ويقلبها إلى حسنة عشان يثقل ميزان حسناتك وتخش الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم فرج همومنا في مصر يا رب العالمين. اللهم فرج هم المسلمين في كل مكان، وفرج هم المصريين يا رب العالمين. اللهم ألب بين قلوب المصريين، اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد. اللهم أزل العداوة والبغضاء من بين قلوبهم. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم فرج هم المهمومين من جميع المسلمين في أقطار الأرض يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، ونجح طلاب المسلمين، وزوج بنات المسلمين، وأمننا في أوطاننا يا رب العالمين. اللهم فرج هم إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا جميعا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظم أو بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا بفنيات يدها، وجب الشكر علينا مدعا لله دار. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت مدينة مرحبا يا